رسول الله يا عطر السماء ويا ضوءا أطل من الرجاء ويا قمرا بدا فأنار ليلا ويا فجرا تبسم بالضياء شددت النور من قلب الدياج وسرت بعزة وبكبرياء أقمت العدل في زمن التجني وشيدت العلا للأتقياء وعلمت الورى درسا فدرسا من الخلق المعطر بالإباء وكم شيدت للأيام صرحا قوي الروح مكتمل البناء فسار إلى الأمام طريق قوم وكان يسير قبلا للوراء. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. ومعا نجدد التحية من ملتقى الفكر الإسلامي من هذه الساحة المباركة، من هذا المكان الطاهر الموصول بذكر الله صباحا ومساء، مكان يستشعر الإنسان فيه أن قلبه معلق بالسماوات وبالذكر وبالتسبيح لرب العالمين سبحانه وتعالى، في حضرة آل البيت الأطهار، في حضرة الحسين رضوان الله عليه وعلى آل بيت النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونحن في هذه الليلة المباركة نتحدث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النعمة الكبيرة التي يستشعر الإنسان معها معان لا يمكن أن تخفى على أي إنسان محب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تأملات كثيرة، إيحاءات شتى، أمور لا يمكن وصفها، ونحن نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في هذا الفضل لا ينتهي، إذ أنه عبادة، كما قال رب العالمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأراضين عليه، وأجر يا رب لطفك الخفي في أمري وأبنائي والمسلمين. يمكن هذا الحديث، الطيب وهذا الجمع الغفير هو في محبة النبي وآل بيته صلى الله عليه وسلم. أرحب بضيوفنا الكرام، أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا. أهلا وسهلا يا دكتور. ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر الدين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقا. أهلا وسهلا بفضيلة الدكتور. ونرحب بفضيلة القارئ محمود عبد الباسط الحسيني، أهلا وسهلا شيخ محمود. وخير بداية القرآن الكريم، آيات كريمات بينات من كتاب الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد
عليكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا إنا
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل كلا على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. الحمد كله لله والصلاة كلها والسلام كله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأنصاره وأزواجه وذريته ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة الآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف سابقا. إذا أذن طبعا لنا الدكتور محمد نصر بارك الله في حضرتك. وهي والكلمة مع أستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق الآن وهي عن فضل الصلاة على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهاه ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على المرسل رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين.
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من جعلت الصلاة على نبيك الأعظم من القربات، فإنا نتقرب إليك في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة الرمضانية المباركة، بكل صلاة صليت على الحبيب الشفيع من أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات. اللهم بنوره نور قلوبنا، وبسره ثبت أقدامنا، وببركته أحسن ختامنا. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، فإن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه الليالي الرمضانية المعظمة، إن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ليس له حد، فيستطيع الإنسان أن يعبر عنه بكلمات. يكفي أن المولى تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألا يرضيك أن من صلى عليك واحدة صليت عليه بها عشرا؟ فأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أيها الراجي المثوبة والأجر وتكفير ذنب سالف أنقض الظهر، عليك بإكثار الصلاة مواظبا على محمد الهادي أفضل الورى طرا، وخير خلق الله من نسل آدم، وأزكاهم فرعا وأشرفهم فخرا. فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالها مرة عشرا. ولذلك لو نظرنا إلى الثواب المترتب على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وإلى الثواب المترتب على قراءة القرآن الكريم، مع أن كلام الله سبحانه وتعالى أفضل كل قيل، كلام الله تعالى أفضل كل قيل، رواه المصطفى عن جبرائيل. إن الله تعالى كما جاء في الأحاديث القدسية الصحيحة أن قارئ القرآن له بكل حرف، بكل حرف له بكل حرف عشر حسنات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالذي يقرأ القرآن الكريم له بكل حرف عشر حسنات، أما الذي يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فله بكل صلاة واحدة عشر صلوات من المولى تبارك وتعالى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا ما صليت
على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أو صلاة واحدة، فإن الله تعالى يصلي عليها، يصلي على هذه الصلاة أو يصلي عليك بهذه الصلاة عشرا، وإذا صليت عشرا صلى الله عليك بها مئة، وإذا صليت مئة مرة صلى الله تعالى عليك بها ألفا. وأما الذي يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا، فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأنه؟ قال: من صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فإن في الصلاة ما ليس في غيرها من المزايا والخصائص والعطايا. إن من يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فإن هذا الإكثار علامة على أنه بريء من النفاق، وأن الله تعالى كتب له براءة من النار. من صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة ألف مرة كتب الله تعالى له براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق، لأن المنافقين لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلوا ذلك فعلوه رياء وكذبا. وفي سورة المنافقون يبين الحق سبحانه وتعالى فيها إعراضهم واستكبارهم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هذه آية فريدة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب من السور التي لها خصائص معينة في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي بيان منزلته وكرامته عند الله تبارك وتعالى. في مطلع السورة يقول سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، وهو أحب الخلق إلى قلبك. ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ختم الله تعالى به الرسالات وأكمل به النبوات. وقد استمعنا في القراءة المباركة من قارئنا المبارك إلى قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله تعالى وصفه في هذه السورة دون غيرها بأنه خاتم النبيين، ثم ذكر حقوقا متوجبة على الأمة، وذكر خصائص اختص الحق سبحانه وتعالى بها نبيه دون سواه،
كقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم جاء قوله سبحانه وتعالى في السورة نفسها: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولنا وقفات سريعة حول هذه الآية، أن الله تعالى بدأ الآية بقوله إن، التي تفيد التوكيد، مع أن الأمر لا شك فيه ولا ريب للاهتمام ولبيان أن الله تعالى بكبريائه وجلاله وعزته يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يقل إن ربكم، وإنما قال إن الله بلفظ الجلالة والهيبة والتعظيم. ثم قال إن الله وملائكته، أضاف الملائكة إلى نفسه تشريفاً وتكريماً، وقال يصلون هكذا بصيغة المضارع التي تفيد الاستمرار، أي إن الصلاة من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة على سيدنا رسول الله لا تنقطع لحظة واحدة من الوجود كله، علويه وسفليه، لا تنقطع في الملأ الأعلى ولا في الملأ الأدنى، في جميع أقطار الأرض وفي السماوات، فكل هذه المخلوقات تثني وتعظم وتجل مقام النبوة. ولهذا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يقل على الرسول، مع أن الرسالة درجة أعلى من النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم يستحق أن يصلى عليه بوصفه نبيا قبل أن يكون رسولا، فإن النبوة متقدمة على الرسالة. النبوة وجبت له صلى الله عليه وسلم عندما سئل، كما ورد في حديث الحاكم عن ميسرة الفجر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم منجدل في طينته، أي إن النبوة وجبت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنفخ الروح في سيدنا آدم عليه السلام. ولهذا عندما نفخ الله تعالى من روحه، حيث قال سبحانه وتعالى: ونفخت فيه من روحي، والكلام على سيدنا آدم، فقعوا له ساجدين، ففي هذا التوقيت وجبت النبوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لسيدنا آدم في هذا التوقيت تعظيما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من ذريته. ولذلك عندما بشر سيدنا عيسى قومه، عندما بشر بني إسرائيل، وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا، لم يقل بنبي، وإنما قال ومبشرا برسول. لماذا؟ لأن النبوة متقدمة على الرسالة، وجبت له النبوة وآدم عليه السلام بين الروح وبين الجسد.
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صلوا على رسول الله. الأمر الثاني أن الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخصائص الكبرى عقد موازنة أي مفاضلة بين الأنبياء وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا طرح قضية مهمة، أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم، ولم تؤمر الملائكة بالسجود لسيدنا محمد، مع أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا آدم، بل إنه أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبماذا أجاب الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله؟ قال: إن في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال في هذه الآية أي في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، قال إنها أفضل من سجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام من وجهين، يعني أن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تنزلت في حق هذه الأمة منزلة السجود لسيدنا آدم عليه السلام، بل كانت الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أفضل من سجود الملائكة لسيدنا آدم من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى عندما أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم لم يكن معهم، أمر الملائكة فقط، قال لهم اسجدوا لآدم. أما عندما أمر عباده بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بدأ الله تعالى بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكان الحق تعالى مع الملائكة في أمر الصلاة ولم يكن معهم في أمر السجود لسيدنا آدم. الأمر الثاني أن سجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام كان مرة واحدة وانقطع، أما الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فإنها لا تنقطع أبدا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن في الصلاة نفعا وخيرا كبيرا ينتفع بها الإنسان في نفسه وفي ولده وفي ولد ولده وفي ذريته إلى أن تقوم الساعة، وإن بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تنقضي بها الحوائج ويفرج الله تعالى بها الهم والكرب، ويقبل الله تعالى بها الأعمال. أذن الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتم بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأسأل الله تعالى لنا في هذه الليلة المباركة، أسأل الله تعالى لنا جميعا مغفرة وثوابا عظيما. آمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. آمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. آمين. اللهم أكرمنا بشفاعة الصيام وبشفاعة القرآن وبشفاعة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام،
اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا على هذه الكلمة الطيبة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تنحل ببركته العقد وتنفرج الكرب وتقضى الحوائج وتنال الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هي أجمل ما في هذه الليلة هي متعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنها عنوان هذه الندوة، وحيث أن الأساتذة الكرام الأفاضل الكبار هم أهل الله وخاصته في هذه الدعوة المباركة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة الآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة دمياط سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كوكب العناية الإلهية، مصباح الرحمة المرسلة، وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية فأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضل أمته على سائر الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين ساروا على دربه واتبعوا سنته واقتفوا أثره واهتدوا بهديه فكانوا هم الفائزين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، جزى الله القائمين على هذه الملتقيات ومجالس الإقراء ومجالس الإفتاء وكل الأنشطة الدعوية خير الجزاء. وأقر وأعترف أننا في العصر الذهبي للدعوة الإسلامية في هذا الوقت. أسأل الله عز وجل أن يجزي الخير كل الخير للقائمين على هذه الأنشطة. وفي البداية أود أن أسأل: ما أكبر نعمة وهبها الله لنا للمؤمنين؟ أكبر نعمة وهبها الله لنا هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن ما أكبرها وما أعظمها؟ لم يجد الله عز وجل أعظم ولا أجمل ولا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ليمتن به على المؤمنين. واقرأ قول الله عز وجل في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من هذا الرسول؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، وكل خير يأتي إلينا السبب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكل شر يدفع عنا
السبب في دفعه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم، ومن الذي دلهم على الاستغفار؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكبر نعمة هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمنطق والعقل السليم يقول: النعمة تقابل بالشكر، فهل نستطيع أن نشكر الله عز وجل على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، والله لا نستطيع. ولذلك جاءت الصلاة وجاء السلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أنت تطلب من الله، تطلب من الله أن يزيد من فضله وفيضه ومن مكانته ومنزلته للنبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء. فأنت تطلب من الله عز وجل أن يصلي ويسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نستطيع أن نجزي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما قدمه للبشرية وللإنسانية، يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أعظم نعمة وهبها الله لنا. تريد أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ أدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، واطلب من الله أن يجازيه خير الجزاء عما قدمه لنا، عما قدمه للمؤمنين. وأنت حين تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تتشبه بمن؟ تتشبه بالله الذي صلى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك التشريف، كل التشريف والتكريم، كل التكريم أن يتولى الله عز وجل بنفسه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت حين تصلي أيها المسلم فإنك تتشبه بمن؟ بالملائكة. تتشبه بالملائكة في صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، نحن نطلب من الله أن يزيد من فضله وأن يزيد من فيضه ومن كرمه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نستطيع أن نكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ماذا تفعل؟ لا نستطيع أن نجازي النبي صلى الله عليه وسلم عما قدمه، فماذا نفعل؟ ندعو له، وصلاتنا دعاء. تريد أن تكون كريما؟ تعرف الكرم؟ الكرم هو أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والبخل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامك ولا تصلي عليه. وقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هل تريد أن تكون بخيلا؟ الكرم هو أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، في كل ذكر، في كل دعاء، في الصلاة. هل تصح لك صلاة دون أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لن تصح لك صلاة. الصلاة التشهد، صلاة الإبراهيمية، أنت تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وتطلب من الله عز وجل أن يجازي رسوله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء على ما قدم.
تريد أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ نعم. هل تريد أن تكون في صحبة رسول الله يوم القيامة في الفردوس الأعلى؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي من؟ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إذا لم تصلي فأنت بخيل، إذا صليت فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. تريد في كل صلاة 10 حسنات و10 سيئات و10 درجات كما قال أخي دكتور جمال، حديث في صحيح في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، كمل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، درجات وحسنات ومحو سيئات. من الذي لا يريد ذلك؟ إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم حلت لك الشفاعة، حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أدركتك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام الترمذي أيضا في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 فين جواب الشرط بقى؟ أدركته شفاعتي، أدركته شفاعتي. والحديث في الدارقطني وفي غيره وبسند حسن. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء اللي هو الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وصلوا علي، فإنه من صلى علي 1 واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا يبلغها إلا عبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ومن سأل الله لي الوسيلة حلت له إيه؟ شفاعة. خد بالك، ومن الذي لا يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي لا يريد قرب النبي؟ من الذي يريد أن يكون بخيلا؟ وتعلمون حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أكثر عليك من صلاتي، فكم أبلغ بصلاتي؟ الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: فالنصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: فالثلثان. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. فقال أبي: أجعل يا رسول الله لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من هذا الجواب: إذن يكفيك الله همك، همك في الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لك ذنبك. إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك.
من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت حين تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المستفيد ومن المنتفع؟ أنت المنتفع، تحل عليك البركة في نفسك وفي أولادك وفي ذريتك في الدنيا وفي الآخرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يكافئه الله عز وجل على ما قدم لنا. والإنسان إذا أعرض عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الخلل؟ الخلل في من؟ قال جلال الدين ابن الرومي: ما ذنب البستان إذا قصرت في جني ثماره؟ بستان مليء بالفواكه، وحضرتك صاحب البستان لم تقطف هذه الفواكه ولم تنتفع بها، فما ذنب البستان؟ البستان هنا فيه الخلل أم في صاحب البستان الذي لم ينتفع بهذه الفواكه وبهذه الثمار؟ ما ذنب البستان إذا قصرت في جني ثماره؟ وما ذنب النهار إذا أغمضت العينين عن شهود أنواره؟ وانت ماشي كده بالنهار والدنيا تغمضت عينيك وقعد، الخلل فين؟ في النهار ولا في حضرتك؟ وما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تصلي عليه؟ وما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تتبع سنته؟ وما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تسر على طريقته؟ لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الأمة يدخل الجنة إلا صنفا واحدا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الصلاة أمر إلهي من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأفضل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن كل خير، حديث عن كل ما ينفع البشرية والإنسانية. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسنته التي فيها صلاح الفرد وفيها صلاح الأمة. وحين تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مؤمن به. الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مطيع ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أنت حين تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن توقر رسول الله، لابد وأن تعظم رسول الله، لابد وأن تعلم أن الله عز وجل أعلى له المكان والمكانة. لم يصل أحد إلى المكان الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، حتى جبريل لم يصل إلى هذا المكان، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث فرض الله عليه الصلاة. فقد أعلى الله عز وجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم، كما أعلى الله عز وجل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: وما منا إلا له مقام معلوم. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه أي مقام، لا يدانيه مقام نبي مرسل ولا ملك مقرب.
فهو أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. لا بد وأن تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم قدره، لا بد وأن تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم مكانته. من الذي أعطاه هذه المكانة؟ لسنا نحن، ليس المؤمنون، إنما الذي أعطاه هذه المكانة هو الله عز وجل، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، وأمته أفضل الأمم، لأن الله عز وجل لا يرسل أفضل الرسل إلا لخير الأمم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، وأمته أفضل الأمم، ووجب أن نعرف قدر النبي وأن نعرف مكانة الأمة حتى نسير على هديه صلى الله عليه وسلم، وحتى نكون صادقين في صلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بكلام الإمام النووي حين قال: حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عليه السلام ولا تقل صلى الله عليه، لا بد وأن تجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول صلى الله عليه وسلم، لا تقل عليه السلام، لأن ده سلام فقط، أين الصلاة؟ ولا تقل صلى الله عليه وتقف، فأين السلام؟ يبقى لابد أن تجمع بين الصلاة والسلام، تقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يصلي علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هل تفهم هذا الكلام؟ القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نريد أن نحظى بهذه الفضائل، ونريد أن نحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نحظى بهذا الفضل وبهذا الكرم الذي وعد الله عز وجل به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من صلى وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع هدي رسوله، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر لنا عيوبنا، وأن يبلغنا آمالنا، وأن يجعلنا من المقربين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يستر عيوبنا في هذه الأيام المباركة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، عميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقا، على هذه الكلمة الجامعة الشاملة، والتي كانت غيض من فيض في ذكر النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الختام بالابتهال نسأل سؤال إلى فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا. فضيلة الدكتور، يعني هل من الممكن أن تكون عبادة المسلم أو ورد المسلم اليومي هو وقت محدد
تكون فيه الصلاة على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، هذا هو ورده فقط؟ وما ثواب هذا الورد إذا كان يوميا؟ الأوراد والأذكار متنوعة، فيها تسبيح، فيها تهليل، فيها تحميد، استغفار، دعاء إلى غير ذلك. لكن أحب أن أنبه إلى حديث مهم جاء في الصحيحين، حديث سيدنا أبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كم أجعل لك من وردي، يعني من دعائي، من ذكري، من استغفاري، كم أجعل لك؟ هل أجعل لك نصيبا أو حدا معينا؟ يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، يعني جعل الأمر مفتوحا، ما شئت. قال: أجعل لك الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. يعني ثلث الدعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا كانت الزيادة خيرا، أجعل لك النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. وقد أشار الأستاذ الدكتور محمد إلى هذا الحديث، حتى قال الصحابي الجليل: أجعل لك الثلثين. وفي النهاية كلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما زدت، وما شئت، وإن زدت فهو خير، قال الصحابي: إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني لا أستغفر ولا أقول سبحان الله ولا إلا، كل دعائي وكل وردي وذكري هو الصلاة عليك يا رسول. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أن هذا السؤال وجه إلى أحد المعاصرين من أهل الجفاء، من الذين لا يعني يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره، لقال له: يا أخي، أنت مبتدع أو أنت ضال، كيف تترك جميع الأذكار وجميع الأدعية ولا تفعل شيئا سوى الصلاة على سيدنا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذن يكفيك الله ما أهمك، إذن يغفر الله تعالى لك ذنبك ويكفيك ما أهمك. وفي رواية: إذن يكفيك الله تعالى هم الدنيا والآخرة. لكن هناك أوقات معينة، حيث سئلت عن الأوقات التي يستحب فيها، يستحب في هذه الليلة بالذات، ليلة الجمعة، الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله، وكذلك يستحب أو يجب الصلاة عليه وسلم عند ذكره وعند الأذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فضل الصلاة باب واسع جدا جدا. يكفي أنه علامة لمن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت، هذه علامة على أنه ليس منافقا. فعلامة النفاق هي عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة المنافقون. العلامة التي تبين المؤمن الصادق من المنافق هي عدم تعظيم سيدنا رسول الله. فالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة عليه، هذه علامة على أنه يحب رسول الله. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث، يحشر المرء مع من أحب. فنسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. شكر الله لكم فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق. الآن الابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحساني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ بلادنا ولا تخيب رجاءنا يا رب. ثق يا عبيد الله في مولاك وارفع يديك إلى الذي سواك. ثق يا عبيد الله في مولاك وارفع يديك إلى الذي سواك. ما كان ربك غافلا خلقه، الله 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 حسبي والكمال علاك. بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي نبي كامل الأوصاف، تمت محاسنه فقيل له الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم. حبه فرض وختم، مدحه خير وغنم، ليس يأتي القلب هم للذي يهوى محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله في سكون الغار. فكت
بيت الأنوار في سكون الغار هبت الأنوار لما قال جبريل للمختار قرأ يا محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم شوفوا كم مليون كل جنس ولون شوفوا كم مليون كل جنس ولون اهتدوا بهدى يا شفيع الكون يا محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك ومن بغى علينا لا نشكو إلا إليك يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم يا يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل شقيا ولا محروم صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله والله ما في الكون مثل محمد والله ما في الكون مثل محمد في الفضل والأخلاق الهاشمي المجتبى من خيرة العرفان لو حاول الشعراء وصف محمد ماذا يقول المادحون ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحساني. والشكر موصول لضيوفنا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور جمال فاروق الدقاق عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا. شكرا جزيلا دكتور.
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقا. الشكر موصول لفضيلة القارئ والمبتهل الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني على التلاوة الطيبة المباركة التي كانت في بداية هذه المحاضرة من ملتقى الفكر الإسلامي، وإلى لقاء آخر يتجدد إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.